طول عمر مصر وقدر مصر بحكم تاريخها جغرافيتها انها عندها دايما اخطار، ودائما بيجي الخطر من البوابه الشرقيه. يعني من اول الهكسوس لغايه اسرائيل من البوابه الشرقيه لاول مره هيبقى الجهات مش الاربع بقى، الجهات الخمس انت مهدده من ناحيه البوابه الشرقيه من عند حدود فلسطين سيناء. يعني انت مهدده من البوابه الغربيه او من الحدود الغربيه عند داعش وليبيا، انت مهدده في الجنوب السودان والتنظيمات الارهابيه اللي موجوده زائد منابع النيل. انت مهدده عن طريق الشمال بمخطط امريكي صهيوني قطري تركي لتقويض اراده هذه الامه. ادي اربع جهات الاصليه. ثم مهدده من الداخل بتنظيم ارهابي موجود بين ابناء شعبك. فلاول مره في تاريخ مصر عبر 7000 سنه بتبقى مهدده من الاركان الخمس. من الجهات الخمس، هم الجهات اربعه بس دلوقتي بقوا يعني بقوا خمس جهات. فطبعا حجم التحدي وحجم الحكايه كبير جدا، ولابد ان احنا نكون قد هذا التحدي، وانا بعتقد ان المصريين قد هذا التحدي.